ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علم موقع برلمان .com الإلكتروني من مصادر جد مطلعة أن عامل عمالة سخيرات مارا الموقوف وستة رجال سلطة وإطارين إداريين ستتم إحالتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معهم. وأضافت ذات المصادر أنه سيتم البحث قضائيا مع الموقوفين من أجل ما نسب إليهم، بعدما أثبت البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورطهم في خروقات في مجال التعمير مع إمكانية اعتقالهم خلال الساعات المقبلة. ومباشرة بعد إعلان أمس الاثنين خبر إيقاف المعنيين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لفرحة مالك شقق المبنى السكني المعني الذي تسبب في توقيف هؤلاء، معبرين عن فرحتهم بهذا القرار ومرددين شعارات ممجدة للملك محمد السادس الذي يدعو دائما لمحاربة هذه الممارسات ومعاقبة كل من تورط فيها. شعارنا الله الوطن الملك، كما تشوفوا ساكن الديور الصفيح يعني قولنا شناك ولا لا؟ شناك فرحانة أمي أنت؟ فرحانة ولدي، فرحانين بحال ما عرفتش شنو طاري عندنا اليوم العيد ديالنا، وفرحانين بزاف أولدي.